خلينا بقى نروح لفريق رجال كره اليد بالنادي الاهلي اللي المفروض هيواجه نظيره انتر كلوب الانجولي ده في نصف نهائي بطوله كاس الكؤوس الافريقيه والمقامه في المغرب زي ما حضراتكم عارفين اللي احنا بنتابعها على قناه الاهلي كمان يوم بعد يوم. الاهلي تاهل لنصف نهائي البطوله بعد التغلب على السنغالي اسفا فريق في ربع نهائي البطوله، وخلينا نقول ان هو نجح كمان بعرض قوي جدا وحقق الفوز بنتيجه كانت 49-22. بعثة محترمة برئاسة الأستاذ سيادة النائب عمري فاروق، وفي نفس الوقت برضو يعني بعثة متكاملة لعيبة زي ما احنا بنقول وهنفضل نقول هم فعلا بيحاولوا ان هم يبذلوا أقصى ما عندهم يعني، وكمان ده كان واضح جدا يا كريم في العودة مرة تانية زي ما كنا بنتكلم من امبارح مع كابتن ياسر، يعني هو تحدث ان اللعيبة متعطشة لهذه البطولة بعد التوقف اللي حصل بسبب الكوفيد وفكرة ان احنا آخر مرة شاركنا فيها لم نحصل عليها، لكن بنتكلم ان المرة دي والسنة دي احنا خلاص مفيش اوبشن تاني، وده واضح جدا من فروقات في النتائج يعني فرق طبعا. واضح جدا دبل سكور كله الحمد لله تقريبا. فان شاء الله برضو نفتح النهارده الماتش اكيد النتيجه هتعلن على قناه الاهلي اكيد، فنتمنى ان شاء الله التوفيق للفريق. حلوه حاله التعطش اللي هم كانوا فيها، أيوة. نتج عن ان هم بيولعوا الدنيا هناك الحقيقه في المغرب، وحاجه جميله جدا ومشرفه، وان شاء الله تستمر ويرجعوا لنا سالمين غانمين محملين بدرع هذه البطوله.